بس تاخذوها سيستم انه الابواب والشبابيك كلها تنتهي بلنتل واحد، وحتاخذوه بالتنفيذي. ليش يعني؟ مو انه الباب هذا ارتفاعه بعدين الشبابيك نلقاها نازله عن الابواب، كلها تكون على خط واحد من فوق، اللي هو هذا يسمونه اللنتل، فوق الشبابيك وفوق العفش الانوار. اوكي بس ننبه الطلاب انه الدرج اخر درجه نحسبها ترويه ارتفاع الصبه. اي هسه هي هاي يعني مو تحسبون الدرج واحده وبعدين الصبه تجي فوقها، ماكو هيجي شيء غلط. طلاب واضحه؟ نعم فهمت. اي يعني اني هسه هذا من اخذت ارتفاع الطابق، من اخذت هذا ارتفاع الطابق وقسمته من ضمن الصبه، انا اخذت ارتفاع من هالصبه لهالصبه وقسمته على عدد درجات، فاخر درجايه راح تكون هي ضمنيا من ضمن الصبه واللي هي مبينه بهالسكشن هذا. طبعا هاي اخر درجايه هي تكون ضمنيا من ضمن الصبه محسوبه. اوكي فلذلك من اخذنا ارتفاع وقسمته على العدد اخذت هذا اللي هو اعلى شيء اللي هو مال انهاء مال هالطابق على انهاء هالطابق اللي هو هذا وهذا، قسمتهم على عدد الدرجات، لذلك تكون هاي اخر درجايه هي من ضمنه. هاي هي ملاحظتي. شكرا. لهذا طلاب احنا لازم دائما تكون الدرجات عدد صحيح، واذا صار اي خلل شويه يعني عدل بارتفاع الطابق حتى نحصل على عدد صحيح مثل ما ذكرت ست انوار سابقا. زين اجينا هنا أنا هذا منور، فالمفروض الصبه ما توصل له، فش اسوي لها؟ سترتش من هالنقطه لهالنقطه. ايش سويت اني؟ سلكت كلهم ذولي، ما اريد ذولي يسلكون، شفت؟ والغي هذا والغي هذا، ايش بقى عندي؟ بس الصبه متسلكه. سوي لها سترتش اس انتر من هالنقطه لهالنقطه حتى يبقى عندي فقط السياج. قلنا السياج ايش قد ارتفاعه؟ متر وثمانين، وفلت حتى تنتهي هاي النقطة. زين الطابق الثاني كذلك، سلكتهم كلهم، شفت؟ والغي هذا والغي هذا، اس انتر من هالنقطة هالنقطة. اوكي وهذا راح اشوفه واجهة بعدين اللي هو هذا الفضاء. لا العفو ما عندي هنا فضاء، فراح ينتهي ما عندي واجهة، هنا عندي واجهة بس على قد السياج هيك. تمام زين عندي هنا هم سياج لازم يكون على مستوى واحد ويا هذا. اف انتر الغي هاي النقاط واشوف واجهة للسياج اللي هي هاي هنا تنتهي. زين دا اشوف باب المطبخ واجهة، باب الغرفة دا اشوفه واجهة، سي او هنا وهنا وهنا، هذول كلهم دا اشوفهم واجهة. زين لوين ينتهي الباب؟ قلنا على لنتل واحد هذا اللي هو هنا. تي ار تي ار انتر هذا وتي ار انتر هذا. زين فلت وانهي الزيادات، صار عندي هذا باب المطبخ وهذه باب الغرفة. زين هذا زين، هنا ايش راح احتاج؟ قلنا خط حتى ابين هذا وهمي، بعدين انطي اوفست بوينت 15 اللي هو مالت الصبه، فلت هذا ويا هذا، هذا ديليت، هذا هم بوينت 15 اللي برا فلت وياه. زين هذني اخذهم اللي هي مال نهايات القطع، سي او انتر هنا هذه وحده، هذا اسوي له موف منا الى هنا. زين اشو ما حد قال لي انه احنا هذا البيت عبر عن جيران هو صاعد 45، مو هالشي غلط؟ ليش تشوفونه يعني هو مستوى الصفر هذا، احنا هنا صعدنا لل 45 يرجع ينزل، المفروض ما يكون هيجي. حتى ذا اها عاشت ايدك، حتى اذا اني مصعد البيت وصعدت المناور وياه لازم بعدين ارجع انزل للمستوى مالت الجيران او الشارع، اذا عندي شارع من هالجهة بوينت او انتر بوينت 15
هذا ويا هذا تي ار هنا، هذولي ينتهون. زين الصبة تنتهي من هنا والسياج يقعد عليها، اوكي. فهذا كلها عادة يكون كونكريت. زين تي ار وانهي هذا منطقة القطع، تي ار وانهي هاي منطقة القطع. زين هسه احتاج انطيهم لوفلات حتى يفتهمون هذا وين صاير وهذا وين صاير. لا استاذ هي سؤالين بخصوص الدوج، احنا اذا نسوي صبه للدوج ليش نشوف الدوجات بالسكشن، قصدي مص صعود يعني اللي دي يروح للطبق الثاني. اي نعم قصدك هذا اي هو عاده هذا يا اما نسويه منقط وننطي انتيكيت انه هنا اكو درجات وصعده، او احنا اذا هو الدرج زقزاق من الداخل من جوه زقزاق مو صبه مو شاطح يسموها السكشن الثاني، وبهذا السكشن مثلناه اصلا انه صبه مو زقزاق مثل ما قلنا. لا السكشن هذا مش مثلنا انه هو صح شاطح لا. عدل اوكي صحيح ملاحظتك. فالمفروض هنا هذا يكون منقط لا. منقط انه هو ما خلف اللي دا اشوفه انا. نعم استاذ اللي هو عادة يعني المفروض اغيره بدل ما continue، بس انتو هسه من راح ناخذ ليرات راح نتعلمها يكون هذه تغير. مرات نحتاج للهاتشنج حتى نعرف المادة شنو مستخدميها، ومرات بالعكس حسب يعني بالاضافه اللي قالت ست مي حسب انت اكو برزنتيشن هسه راح تتعلمون ان شاء الله اذا الله سهل وقدرنا. اكو البلات ستايل اكو بيهم يعني عاده يسوون بس سمك الجدران يكون طوخ، ما راح يحتاج يخليه بداخلها هاش، هي تبين هذه قطع يعني بس يعتمد على سمك الجدران ولونها والثكنس مالتهم. اكو لا يقول انه اني امليهم هاش امليهم حتى يكونون طوخ مثلا واعبر عنهم، مثلا هذا خاص للكونكريت، هذا خاص لقطع طابوق، هذا خاص لقطع مال الكاشي مال انهاءات مال اسمنت. يعني اكو هواي انواع واكو هواي هاشات نقدر نضيفها احنا للكاد حتى نستفاد من يمها مثلا كانهاءات. يعني هسه بالطابق من تباوع على المخطط مثلا هاي المنطقة جراج، فالهاش مالتها يختلف عن اللاندسكيب مالت الممشى، يختلف عن الخضار، يختلف عن داخل الفضاءات من يكون عندك انهاءات تريد تسويها واقعية مثلا. فحسب كل معماري ترى إلى راح يصير إلى ستايل أو يمشي على فد مدرسة ويطلع البرزنتيشن مالته. يعني مثلا مكتب فلان يختلف عن البرزنتيشن مكتب فلان، راح تكون تقدر تميزه. يعني خاصة المكاتب المعمارية المعروفة لهم ستايل خاص، بلوت ستايل خاص بيهم، فونت خاص بيهم، بالإضافة للليوت مالت المكتب. فكل شيء حسب المكان اللي أنت دا تعمل وحسب شخصية المعمار نفسه، هو هم من واحد عن واحد. ست أنوار الليرات نأجلها على الأسبوع الجاي. أيوة ست. سيد إذا كان الدرج يعني حرف إير بحيث إنه بالبداية إنه يعني إنه بالواجهة يبين الظهر مال الدرج مو الدرج نفسه. هذا offset matter الدرجات تبلش من هنا وهيك دي يصعد مو اوكي. فهذا 0.3 كم درجه من هالجهه من هنا واكو بي صح من هنا 9 بس وراها 9 طلاب يعني ماكسيموم 8 لازم وراها استراحه. هي 6 8 والصحن 9 تمام اوكي. 1 2 3 4 5 6 7 8 والتاسع صحن أوكي. وهنا نكمل هنا كم وحدة؟ ثمانية.
اوكي زميلتكم دا تقول اذا عندي هذا الدرج وهو دا يبلش من هالمنطقة ودا ينتهي هنا واني من دا اباوع عليه او بالسكشن مثلا هنا انتي قاطعة من هالاتجاه ودا تباوعين عليه دا تباوعين عليه اي هيجي مو صح؟ اوكي هذا شلون راح اسقطه اني اول شي هاي البداية مالته اوكي اخذ offset or copy هذني الدرجات الخاصة بيه زين هو 18 درجة نفرض انه هماتين ارتفاعهم بوينت 18 tr ex احسن tr زين ارتفاعها بوينت 18 الدرجة الوحدة نقول فهذا ايه شي راح يكون بعدها استخدم الفلت هاي أول درجة هاي الثانية الثالثة وهاي الرابعة ستة سبعة راح أحتاج ثمانية وراح أحتاج هاي هي الصحن تاسعة فلت من الداخل كذلك حتى أتخلص من الليارات الإضافية اللي عندي زين هذا بوينت 15 اللي هي الصبة هنا ينتهي عند الدرج يصير عندي جدار وليكن بوينت 2 5 اوكي زين هذا قلنا نجر خط وهمي حتى اسوي السمك مالت الدرج اللي هو بوينت 15 ما اعرف اذا هم من الداخل مريم انتي مو مريم ايه من جوا زجزاج الدرج هو نفسه بس ان لا او انه في صبه فالصبه من يعني انه الزجزاج ما مبين ايه اوكي معناها عدل هيك شاطح يسموه اوكي هذه تنتهي هنا زين اللي فوق هذول اللي ذولا بالوجه مالتي دا اشوفهم وانا دا اشوف ذولي فاني دا اشوف هنا خطوط منقطة بوينت 18 على عددهم الى ان اوصل الى 3.24 هنا بوينت 18 هاي اخر درجة صارت اوكي هذول ترم من الجدار هم ما فايتين بالجدار ذولا حيكونون منقطين يعني دول خلف اللي أنا دا أشوفه أنا إيش دا أشوف دا أشوف ال ال ال